إذن المحادة يا فضيلة الشيخ الذي توفي عنها الزوج ماذا يلزمها؟ المحدة ليست المحادة. نعم. المحدة يلزمها أشياء: أولا المكث في البيت كما ذكرنا، ثانيا تجنب الطيب والتزين الزينة سواء كانت في الملابس أو في الحلي أو في الأصباغ التي على يديها أو على جسمها، تتجنب التزين بجميع أنواعه وتبقى في البيت حتى تكمل عدتها. نعم.